بالمقابل هل في طرق اليوم واساليب توفر عليه في استبدال البطاريات لازم انتبه لها؟ في الوقت الحالي انا اقول لك لا تنجرف مع الفيديوهات اللي منتشره في كل مكان عن تجديد البطاريات، انا اقول لك مهما كان السعر انا اعرف انه عالي، الله عالي السعر، لكن ما في داعي اني اشتري بطاريه قيمتها 70 ريال 80 ريال مجدده تمام ولكن تخرب علي سلف، تخرب علي دينامو، تخرب علي دائره الكهرباء، ممكن تنفجر فيني البطاريه حتى. ممكن تنفجر؟ طبعا طبعا، اذا زاد التفاعل بالبطاريه، الحمض زاد التفاعل فيه بالبطاريه تنفجر البطاريه. يعني وانا خطر مو على سلامتك هذا. طبعا انا شفت شخص قدام عيني في المستشفى في الطوارئ منفجر فيه بطاريه. يا ساتر. والله العظيم. بطاريه انفجرت فيه. فلذلك انت ليش يعني تعرض سلامتك للخطر عشان كذا اساسا البطاريه هذه، يعني سبحان الله، شوف البطاريه هذه المستخدمه او المجدده صارت في احيانا انها ما تمشيك يومين، وفي احيانا تمشيك 6 شهور 5 شهور. على حسب سلامه الاجزاء الداخليه. تمام؟ لكن انا اقول لك لا، ممكن انك تجدد او تشتري بطاريه مجدده تمشي فيها وتتعطل فيها في مكان معين وتروح تشحن السياره في سطحها بقيمه بطاريه جديده.